والله انا اول مره احضر الحوار الوطني كنت سعيده جدا لما جيت، اكتشفت ان في كم كبير جدا من الحوارات الفعاله، اللي هو ان احنا ازاي نتكلم في مشاكلنا ونتكلم ازاي في حلول المشاكل اللي موجوده ونقدر ازاي نحلها مع بعض بتعاوننا مع بعض من خلال الحوار الوطني. طبعا الفكره دي كانت فكره عظيمه جدا جدا، ان احنا كل فتره بنتقابل وبنتكلم وبنقول مشاكلنا، بس اهم حاجه واحنا بنقول مشاكلنا نقول معاها ايه حلولها، هنحلها ازاي. الرئيس السيد الرئيس السيسي بيستمع لكل مشاكلنا، بيحاول يشوف ارائنا ايه، بيشوف اتجاهاتنا ايه، بيشوف احنا نقدر نحلها ازاي. هو متعاون معانا جدا جدا، نشكره جدا على موضوع الحوار الوطني ده، اتاح لنا الفرصه ان احنا نتكلم بطلاقه ونتكلم على مشاكلنا كلها، ونبقى عارفين ازاي تتحل، ومن خلاله هتتحل كل حاجه ان شاء الله.